معي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الضبع. أستاذ محمود، يعني رئيس شهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، وطبعا يعني أثناء الاحتفاء رأينا العديد من الأفلام التسجيلية، لكن دعني أتوقف عن المشهد الدرامي الذي عرض والذي علق عليه الرئيس. إلى أي مدى ترى أنه نقل واقع ما يحدث في كل بيت مصري لديه شهيد قدم نفسه فداء لهذا الوطن؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. يمكن كلام سيد فخامة الرئيس عن المشهد الدرامي اللي اتعرض في الندوة التثقيفية بينم على الواقع اللي الناس ما شايفهوش زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن احنا ما في حاجات كثيرة واحداث كثيرة ما شفناهاش، شفناها من خلال الاعمال الدرامية، وخاصة خلال الفترة اللي فاتت دي لما اهتمينا بعرض كل ما يحدث وما حدث من قبل في الملف الأمني وملف الفداء اللي القوات المسلحة والشرطة بذلته خلال السنوات الماضية لتعيش مصر في أمن وفي سلام. رمزية يوم الشهيد رمزية عظيمة جدا بكل المصريين. يمكن النهاردة بنأكد، والرئيس دايما حريص على رد الجميل لكل من قدم يعني عمل بطولي لإنقاذ مصر مما كانت عليه خلال الفترة اللي فاتت. الشهداء أو المصابين في كل العمليات الإرهابية خلال السنوات الماضية تيجان على رؤوس كل المصريين، نحمل لهم الجميل ونحمل لهم التقدير والعرفان لما قدموه لروح هذا الوطن. دايما أنا بقول أن مصر أو الجيش المصري أو الشرطة المصرية بتمتلك سلاح لا تمتلكه أي دولة في العالم، وهي روح الجندية المصرية. روح الجندية المصرية دي هي اللي هزمت العدو في حرب 73، هي اللي أنقذت مصر على مر العصور من كل المتربصين بيها. لولا هذه الروح ولولا هذا السلاح الغير مرئي الذي قهر كل القوى والظلام اللي كان بيحيط بمصر، ما كنا نحن الآن نعيش في أمان وسلام ونتمتع بما نتمتع به، وما كنا قطعنا شوطا طويلا في مسيرة التنمية والبناء اللي حققتها مصر خلال ال7 سنوات الماضية. فرمزية ويوم الشهيد ده تاج على راسنا من يوم ما قدمه الفريق أول عبد المنعم رياض في البطولة اللي كانت بتأكد على أن القائد في الصفوف الأمامية دائما مع جنوده صحيح، وليس في الخلف. القائد دائما هو الذي يتصدى للخطر قبل جنوده، وبالتالي يعني نعيما لمصر ولأبنائها ما قدموه في سجل التاريخ من أبناء وبطولات شهداء ومصابين خلال المعارك الضارية اللي خضناها خلال السنوات الماضية. وخلال هذه المعارك كان هناك نماذج مستمرة هي عقيدة ثابتة لدى جنود الجيش المصري كما تفضلت. رأينا قصتين، النقيب من سلاح المشاة والمقدم من قوات الصاعقة، يعني أيضا هي رموز لحكايات حقيقية وبطولات حقيقية في مواجهة الإرهاب. رأينا نموذج الجندي الذي فقد قدمه، ورأينا نموذج للجندي الذي أصيب بطلقة في الصدر وأنقذه زملائه، لكنه يطالب بالعودة من جديد إلى سيناء ويطالب بقتال الجماعات الإرهابية. هذه العقيدة الثابتة ما زالت يعني متواجدة لدى جنود الجيش المصري حتى يومنا هذا. هذا صحيح. يمكن أنا كان لي شرف أن أنا زرت المصابين في مستشفى القوات المسلحة في المعادي من قبل، وكان في زيارة ليا كنت بالصدفة في لندن، فذهبت إلى إحدى المستشفيات اللي كان فيها مصابين من الجيش ومن الشرطة في العمليات اللي كانت في سيناء. ما فيش حد قعدت معاه أو اتكلمت معاه من هؤلاء إلا هو بيقول لك أنا هقوم وارجع تاني مكاني. أنا لو قمت على، ورغم إن كانت إصابات بتر في الأقدام والثقان وحالة صحية غير سوية، ولكن العقيدة الداخلية والروح المعنوية بتاعته كنت تستغربي لها. يعني ما كنتش تتوقعي ان عندنا الروح البطولية العالية التي ليس لها حدود وليس لها درجة مقياس. الضابط كان بيتكلم على ان هو عنده استعداد يقوم دلوقتي يحارب حتى وهو في الغيبوبة بتاعته. يعني انا سمعت الضابط اسمه محمود هاني في مستشفى في لندن وهو في الغيبوبة بيقول انا عايز انزل سينا، انا عايز ارجع شغلي تاني، انا عايز احارب اولاد اللي مش عايز اقول لفظ غلط.
فالروح اللي احنا بنمتلكها في ابنائنا وفي جنودنا دي يعني روح قتاليه غير طبيعيه، روح وطنيه ممتده، وهي عقيده في كل الاسر المصريه. يمكن زي ما شفنا في المشهد الدرامي ده بياكد لك على صلابه الام وصلابه الاب في مواجهه. صحيح، هي ليست عقيده لدى الجندي فقط ولكن لدى اسر الشهداء الذين يحتسبون ابنائهم شهداء عند الله، ويعني نرى ذلك في الاحتفاءات بتكريم أسر الشهداء، مدى الثبات والصمود الذي يبدون عليه دائما. دائما زي ما شفنا المشهد الدرامي ده بيشهد لك الصدمة الحقيقية، والأم هي بتزغرط لما بتتلقى خبر استشهاد ولدها وإن ابننا ما ماتش. احنا كلنا موقنين وبعقيدة ثابتة إن الشهادة دي يعني هدف وأمنية لكل مجند وكل رجل بيعمل فيه في الجهاز الامني لمصر، سواء كان الجيش او الشرطه المصريه. والاسر المصريه كانت لها بطولات صامده في هذا الامر، فهذه نماذج جميعها مشرفه، لدرجه ان احيانا الواحد كان بيفكر ازاي ندرس حالات هذه الاسر ونطلع النماذج منهم، ازاي بنوا شخصيه هذا المجند، ازاي بنوا شخصيه هذا الضابط صاحب الروح الوطنية العالية اللي احنا محتاجين ننشرها. يمكن خلال السنوات الماضية كنا جميعا بنلتف في رمضان حوالين مسلسل الاختيار، وكنا بنتفاعل معاه بطريقة غير طبيعية وبطريقة يعني خلتنا دايما بنعيش المشهد معهم وبنعيش حياة هذه الأسر والقلق اللي عايشين فيه على طول في تفاصيل عمل أبنائهم. ولكن دايما كل المشاهد دي كانت تشعرنا بالفخر، تشعرنا بالثقة في دولتنا، بتشعرنا إن البلد دي المخلصين اللي فيها من القوات الأمن سواء الجيش ولا الشرطة اللي حموها في وقت العصبة والوقت العصيب اللي مرت بيه مصر لا يكسرها أحد. هذه الدولة عصية على الكسر أمام أي قوة في العالم بفضل الروح القوية للجندية المصرية. وزي ما قلت لحضرتك وبأكد ده، إن هذا السلاح لا توجد دولة في العالم تمتلكه، وهو ترجمة حقيقية لما نشاهده في كل العمليات اللي بتواجهها الشرطة والجيش وقضت بيه على الإرهاب خلال السنوات الماضية. احنا من أول ما بدأنا العملية سينا 2018، من فبراير 2018 احنا ما عدناش دايما بنسمع دلوقتي على أي عمليات إرهابية بفضل ما فعله هؤلاء وبفضل روح الفداء اللي بيمتلكوها وبفضل حبهم لتراب هذا الوطن، رب هذا الوطن، وحبه عقيده لدى كل المصريين مزروعه لدى كل الاسر. جميعنا متكاتفين في هذه القضيه وفي هذه العقيده، مجتمعين عليها ومجتمعين على وحبها، وخاصه واحنا دايما بنشوف دوله او فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دايما على رد الفضل والجميل لاهله، حريص دايما في كل سنه، والتقليد اللي عمله في كل مناسبه اللي هو سلام الشهيد، سلام الشهيد دايما بيفكرنا بهذه الرمزيه القوية والعظيمة المفروض الجميع يحتذي بها والجميع يتذكرها وتدرس في كل مناهجنا وفي كل كتبنا وتسير باستمرار في الدراما المصرية والسينما المصرية لحد ما الوجدان المصري بأجياله اللي طالعة واللي جاية تكتمل ويتزرع فيها هذا الحب وهذا الانتماء وهذه العقيدة، لأن البلد دي مش محمية غير بهذه العقيدة. نعم. مش محمية غير بروح أبنائها وحبهم وإخلاصهم في الفداء من أجلها. طيب، ذكرت في سياق حديثك أستاذ محمود أن يعني العمليات الإرهابية تكاد تكون توقفت تماما في سيناء بفضل جهود أبنائنا من القوات المسلحة في حماية أراضيها، لكن أيضا هذا يعود إلى جانب آخر من رؤية مصر الاستراتيجية في تحقيق التنمية والاستقرار، وهو التنمية والإعمار في سيناء. هذا جانب آخر يسير بالتوازي جنبا إلى جنب مع الحرب في مواجهة الإرهاب. من البدايه يا فندم احنا الدوله المصريه وضعت استراتيجيها ان يد حارب وايد بتبني، الاثنين ماشيين في خطوط متوازيه زي ما حضرتك بتقولي. نعم. احنا لو هنتكلم على النظريه الامنيه ما فيش حد في العالم يقول لك انا اقدر اقضي على الجريمه سواء كانت جريمه جنائيه او جريمه ارهابيه، ولكن قدرنا بفضل الله وبفضل جنودنا ان احنا نحجم الجريمه الارهابيه بنسبه كبيره جدا، وفي نفس الوقت كانت الدوله بتسعى في ظل الظروف الامنيه الصعبه اللي موجوده في سيناء ان هي تقيم مشروعات سواء كانت مشروعات زراعيه او عمرانيه او اقتصاديه
او غيره من المشروعات، وشفنا اللوجستيات والانفاق اللي اتعملت في الاسماعيليه، وبدانا نربط كل هذه المدن، وبنتكلم على مدن عمرانيه ومجتمعات عمرانيه جديده موجوده في شمال سيناء بشكل متوسع وبشكل كبير جدا، وبدانا نتكلم على الاستثمار في سيناء وربط سيناء بالقاهره من خلال اللوجستيات ومن خلال الانفاق ومن خلال الكباري ومن خلال المحاور، وبالتالي اصبحت سيناء الان مؤهله وبيئه صالحه للاستثمار والحياه مره اخرى. انا من 3 سنين كنت رايح في مشروع اعمار قرى في سيناء في قريه الخربه، اتمنيت ان انا يكون لي ارض هناك في هذا التوقيت. الدوله بدات بعدها بفتره بسيطه بدات تطرح اراضي على المواطنين وتطرح مشروعات زراعيه على المواطنين ومجتمعات زراعيه على المواطنين، وشفنا الدوله بتعمل محطات معالجه لتوفير المياه للزراعه في سيناء ومصرف بحر البقر اللي هيقام عليه محطه معالجه كبيره جدا، اللي فيها هنوفر 500 مليون متر مكعب مياه لاستزراعهم واستخدامهم في سيناء. فبالتالي اصبحت المساله او النظريه تحققت بنجاح، ان احنا قدرنا خلال الفتره اللي فاتت دي بخطين متوازيين قضينا على الارهاب، وفي نفس الوقت اشتغلنا في التنميه. اي نعم ما كناش شغالين فيها بسرعه، ولكن لما وصلنا لمرحله معينه من تحقيق الامن ودرجه الامان في سيناء بدانا نسرع في هذه التنميه، لان التنميه او محاربه الارهاب وحده مش بالسلاح، ولكن التنميه جزء حقيقي واصيل في القضاء على الارهاب من جذوره. ما سيبش البيئه مناسبه ان هي الارهاب ده ممكن يرجع تاني لهذه المناطق مره اخرى. نعم، التنمية والعمران يعني سلاح مهم في مواجهة الإرهاب. نقطة أخرى يعني ومن المهم ذكرها اليوم ونحن نحتفي بيوم الشهيد، وهو قدرات الجيش المصري الآن، يعني تعظيم القدرات من شأنه أن يحمي المقدرات. هذه رؤية واضحة لدى مصر في تعظيم قدراتها القتالية بكافة أسلحة القوات المسلحة سواء الجوية أو البحرية، وهذا أيضا لافت من خلال تعاوننا مع عدد كبير من دول العالم، ورغم ذلك حريصون أيضا على تعظيم التصنيع الحربي. بص يا فندم، احنا من فترة طويلة أو من 7 سنين كنا بنستغرب الدولة بتشتري سلاح بالكثرة دي ليه؟ الدولة بتعظم قدراتها التسليحية ليه؟ واحنا كنا لسه بنقول يا هادي في عملية التنمية. بدأنا نفهم بعدين ليه اشترينا المسترال واحد وما اشترينا المسترال اثنين، لما خلصنا ترسيم حدودنا البحرية وبيجت لنا حقول بترول في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر. ليه بدأنا نشتري الفرقاطة وبدأنا نصنع؟ ليه بدأنا نعمق في المصانع الحربية بتاعتنا؟ وبدأنا نشوف في أهم معرض للتسلح اللي هو إيدكس ده، عمل سنتين متواليتين 2019 و2021، وبدأ العالم كله أو الدول الأفريقية والدول العربية بدأت تحضر فيه. فبالتالي أصبحت مصر يمكن في التقارير الدولية مصر ترتيبها في الجيوش في العالم رقم 13، ولكن يمكن شهدت خلال الفترة الماضية أو السنوات الماضية عملية تطوير وتعميق للأسلحة اللي موجودة، وبدأنا العالم احنا بنشوف العالم دلوقتي الحروب شغالة ازاي، وأزمة روسيا وأوكرانيا والدنيا مش مرتبة وفيها حروب تسليح. فهذا بيأكد لك على ان كان في بعد للرؤية للقيادة السياسية المصرية. الرئيس عبد الفتاح كان عنده بعد نظر قوي جدا، يعني زي ما كان بيتكلم بشكل لغة نفهمها ويفهمها البسطاء، الجوي او العافي ما حدش ياخد لقمته. فاحنا مقدراتنا محميه بجيشنا ومحميه باصرارنا وبتطوير سلاحنا، واصبحت مصر قوه عظمى لا يستهان بها من خلال ما بذلته خلال السنوات الماضيه من تعظيم قدرتها وحمايه قدرتها بالتسليح وتعميق هذه الصناعه. يمكن احنا خلال الفتره المقبله بنصدر سلاح لافريقيا، بدانا نعقد صفقات، بدأنا ننفتح على العالم في عملية تنوع استيراد السلاح، بدأنا نتطور في ده. ويمكن زي ما قلت لحضرتك كده، كان معرض إيدكس اللي اتعمل سنتين في مصر ومستمر هيتعمل كل سنة، كان المشهد فيه بيوري ماذا وصلنا أو كيف وصلنا لتطوير تكنولوجي في عملية التسليح. نعم، أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الضبع.